الوسط الفني اليوم فجع بوفاة 4 من كبار النجوم، أولهم كان الفنان اللبناني ميشيل تابت عن عمر 92 سنة، وتوفي نتيجة تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا. ميشيل تابت من أبرز الممثلين اللبنانيين اللي قدموا للدراما أعمال ناجحة كتير جدا، من ضمنهم مسلسل دوار يا زمن ومسلسل الطاغية، وشارك برضو في أفلام كتير من ضمنهم فيلم فتيات للقتل وفيلم الغافلون. تاني حد هو الفنان التشكيلي الفلسطيني كريم دباح اللي توفي عن عمر 84 سنة، ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية الفنان الراحل وقالت إنها خسرت واحد من أبرز قامات وأعمدة الفن التشكيلي. تالت حد توفي النهاردة هو الفنان والإعلامي اليمني صلاح مخارش، توفي نتيجة وعكة صحية جديدة مر بيها وهو مقيم في الإمارات العربية المتحدة، وتعرض لفشل شديد في عضلة القلب أودى بحياته. وأخيراً رابع حد معانا هو الفنان المخرج والمذيع الكبير عبد الرحمن يغمور اللي توفي عن عمر 85 سنة. عبد الرحمن يغمور هو أحد أقدم المذيعين السعوديين، وحقق نجاحات كبيرة في كل البرامج اللي قدمها على مدار حياته، واللي من ضمنها برنامج يوم جديد وبرنامج وبك نستعين. رحمهم الله جميعا وألهم أهلهم الصبر والسلوان. وما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.